ومرحبا بمتابعينا ومشاهدينا أينما تصلهم هذه الصورة ويصلهم هذا النقل الحي المباشر على قنوات عدة. النموذجي الفتح اليوم فرناندو راباليني الذي يطلق صافرته، ندخل في رقم 9 وتليدو القادم الجديد، ومع أول كورة لرونالدو ورايا وتسلل على كريستيانو رونالدو. هذا هو أيام قليلة النجم الكبير ويوصل إلى 38 سنة. أيام قليلة هي يومين، كريستيانو رونالدو 7، عبد الرحمن غريب 28. أيمن يضرب الكرة الغنام، يلعب الكرة العرضية، والعرضية لمين؟ جاكوب حاسكا، تاليسكا على اليسار يبحث عن العرضية، تاليسكا لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ما. 132 يعني الطاقة الاستيعابية. أول جوستافو تسديدة من البرازيلي، عدت طويلة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذا لويس جوستافو 35 سنة، ما هو صغير لكن عطاءه كبير، الكل لم يراهن على شوف والله اليوم الجماهير اللي شافوا القيمة الكبيرة لدى كريستيانو رونالدو. لمسة الثانية ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. أجمل من حمل هذا الرقم، هذه محاولة غريب لعب من يحيى، والعرضية الطويلة ولكن عدت، ما زالت غريب حصلها لكن عدت الخط إلى خارج أرضية الملعب. تاليسكو ذكية العرضية شالها حارس المرمى، الله الله، أول أهداف النموذجي، النموذجي جول وفعل، النموذجي مضرب المثل، وهذا هم أهل الحزة، يا عساهم يا عسى، يا عساهم يا عسى يشرقون بكل مساء. النموذجي جوستافو لعبة للأمام، أيمن يحيى على اليمين حاول فيها ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. سوبر السعودي الفيحاء والاتحاد قاد لنا أيضا مباراة كريستيانو رونالدو. لقوا هذه التسديدة لكنها اصطدت ولا زالت الكرة نصراوية. أندرسون تاليسكا في الاستلام يحاول فيها، يلعب الكرة طويلة عالية خطيرة نصراوية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. وسط مطالبة بركلة زاوية لكن عدت إلى خارج الملعب إلى ركلة كريستيانو. تسديدة راية 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 وتسلل كريستيانو، كان في موقف تسلل، كان ممكن أن يحرز أول الأهداف ويقول كريستيانو لا، والحكم المساعد في مباراة اليوم هو انتظر. لا واضحة كريستيانو رونالدو كان واقف في موقف تسلل. محاولة عن ذاته عن ذاته عن الله، قلنا معقولة من تاليسكا لكن غريبة من الرقم 7، معقولة من تاليسكا أن تملك كل الحلول؟ كان ممكن يكون غابت، هو من يعود إلى المستوى إذا غاب. خطأ للنصر، النصر قبل أمن النجم الكبير كريستيانو، هذه العرضية الله، عازف الأوركسترا النصراوية تاليسكا، حلول النصر تاليسكا، القوة الفردية عنوانها تاليسكا، عاد العالمي. راح غريب، تقدم غريب، سدد غريب وفي يد حارس المرمى، سدد غريب، راح غريب اللي دائما يكون هذا هو الطريق اللي يعرفه. عاد هدف كريستيانو، الله الله على ثاني، تحرك كونان صانع الهدف، محاولة غريب غريب، هدف ثاني، الله، لم نسمع كلمة سي لكننا سمعنا الصورة وسماع العارضة التي تحركت ومنعت هدف كريستيانو، الله الله على تاليسكا من هذا المكان. لكن السويدي يتألق، نعم وقفت العارضة من أمامك، وقفت العارضة وكان صوتها مدون وكان الجماهير. المدربان بعد صافرة الأرجنتيني كريستيانو تيو الإسباني سجل، لكن البرتغالي لم يحضر وما سمعنا كلمة سي سوى سمعنا كلمة واحدة على العارضة، هي من يكون حاضر في المباراة، كان ثبات استقرار عند التنفيذ. غريب لعب الكرة، مخادعة
مخادعة خطيرة بهذه الطريقة. رونالدو يبحث عن العرضية وتاليسكو. هذه المرة رونالدو هو من يصنع لك يا تاليسكو. رونالدو الأول، رونالدو إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. شايفين الحسرة على ضياع الكرات. الآن على الطرف الأيمن مرور من الدون وخطأ لرونالدو. الأرقام خطأ بمهارة عالية على الجدان. عبد الرحمن غريب يلعب الكرة على رأس من الله، خطيرة مرت وعدت من الكل بسلام مرت على الكل وعدت حتى على أنظار السويدي حارس المرمى. مر الفتحويين ويقول أنا جاهز، هذه كرة أمام الجول. نموذجي عاد مرة أخرى ليفرح كل الأحساء. عرضيات، بينيات، سفيان صعب مباريات العالم على الإطلاق. وحارس المرمى انه تركيزه كان عالي، تركيزه عالي عالي عالي. خليها بين الصراويين، الحلول الفرديه قد تنجح قد تعيد ملعب. محاوله عند غنام والعرضيه نجح في الثبات. ومثل هذه المباريات وامام من؟ وامام نيات ومروان سعدان البرج الاكبر. محاوله حاول يلعبها بطريقه رائعه ولكن عدت الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى. عاد انت يا تاليسكا قصتك قصه. كريستيانو حاول، مروان سعدان لعب الكرة عيدة طويلة. محمد الفهيد ألف سلام ألف سلام. خطيرة محاولة عدت من